المكان اللي احنا موجودين واقفين عليه دلوقتي في قرية نهطاي محافظة الغربية كان عبارة عن ترعة واتغطت أو اتردمت وتحولت لسوق نموذجي لتنظيم طبعا العمل بالنسبة لعدد كبير جدا من الباعة، وكمان قدامنا في موقف. المنطقة اتغيرت تماما، يعني بعد ما كانت مكان بيرموا فيه القمامة والملوثات أصبحت بهذا الشكل اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. دكتور محمد انا برحب بيك. اهلا وسهلا. احنا هنا في السوق النموذجي، ولسه كنت بقول ان احنا يعني التطور اللي احنا طبعا شاهدناه ده كان ترعه في الاول. تمام يا فندم، ده كان ترعه وتم تغطيتها بالشكل اللي حضرتك شايفاه دلوقتي. وطبعا في البدايه بنتقدم بخالص الشكر لفخامه السيد رئيس الجمهوريه لرعايته هذه المبادره الكريمه، حياه كريمه، والتطور الملحوظ في شتى المجالات، من ضمنها طبعا المكان اللي حضرتك اللي احنا واقفين فيه، اللي تم تحويل المكان من ترعه الى انشاء سوق نموذجي حضاري لالغاء السوق العشوائي اللي كان موجود بالقريه. طبعا السوق بيخدم سكان القريه والقرى المحيطه بها. قريه نهطاي قريه بالقرى النموذجيه اللي تم ترشيحها على مستوى الجمهوريه، وطبعا القريه عدد سكانها بيشمل 22,610. قرى التوابع مع قريه نهطاي عدد سكانها بيشمل 77,610. يعني الموقف ده بيخدم حوالي تقريبا اكتر من 77,000 تابعين للقريه، قريه نهطاي والقرى التابعه والتوابع ليها. تمام يا فندم. تمام، عندكم هنا كمان خدمات بالنسبه للموقف والسوق؟ عندنا مبنى اداري عباره عن غرفه امن وغرفه اتصالات وحمام حريمي وحمام رجالي في كل باكيه من باكيات السوق. السوق بيشمل 32 باكيه لخدمه الباعه. الموقف بيشمل 18 باكيه لخدمه جميع سكان القريه وقرى التوابع، طبعا اتجاهات كل على مستوى الجمهوريه طبعا لخدمه. طبعا زي ما حضرتكم شايفين وزي ما كنا بنقول، هذا المكان كان ترعه واتردمت وتم البناء فوقها، يعني هذا السوق النموذجي علشان ينظم طبعا شغل الباعه اللي كانوا طبعا بيشتغلوا بشكل عشوائي، والبنيه التحتيه كلها زي ما انتم شايفين اهو، ده يعني الصرف الصحي، كهرباء، المايه، كله اختلف، يعني من مكان كان بيلوث البيئه لمكان مختلف تماما بيخدم اهالينا اللي عايشين هنا في القريه. تطور كبير قوي يا دكتور محمد الحقيقه. المبادره بدات من اعمال البنيه التحتيه، من جهه الشرب والصرف الصحي للاماكن اللي كانت محرومه من خدمه. بعد كده خدمة الغاز الطبيعي من ضمن الأعمال المبادرة، طبعا لها مردود واسع على سكان القرية والقرى المحيطة، وبالفعل الحمد لله تم استخدامها وتوصيلها للمنازل. بعد كده خدمة النت السريع، استبدال الكابلات النحاسية القديمة، طبعا لها عيوب ان هي كانت تحميلها بطيء وقدرتها ضعيفة، دلوقتي تم استبدالها بخطوط نت سريع الفايبر لخدمة سكان القرية وخاصة الطلبة في جامعات وجميع المصالح الحكومية. المكان اللي احنا موجودين فيه طبعا من ضمن الأماكن اللي تم شملتها الخدمات، تم تأهيلها وامدادها بالطرق، على سبيل المثال الطريق المحيط بها طرق حديثة وطرق أسفلتية من جميع الاتجاهات. تم تنفيذ السوق على أحدث نظام لخدمة سكان القرية والقرى المحيطة بها، والموقف كذلك تم تأهيله طبعا وتوصيل جميع الخدمات ليه. شكرا لحضرتك.